الشرك يا أخواننا لابد نحذر منه. إيبانجي كجمال ريرو بفاني من تقوم بكوريري. الشرك ينقسم إلى قسمين. شرك إيبانجي كجمال ريرو إبتشبي. شرك أكبر مخرج من الملة. هرمو شرك إيبانجي كجمال ريكورو مرو إذا مات الإنسان عليه نسأل العافية والسلامة فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. لا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه، لكن إذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى. أمثلة على الشرك الأكبر، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. عبادة يريوس يا مسجد شريوس وزاكور إلى كتاري إيمانا يوني شرك كومي. يسجد لغير الله. وسجد لكتاري إيمان. يسجد للصنم. كوبا ميرا إيجي سوشاد يتباج. يسجد لأصحاب القبور. كوجا كوبا ميرا مريمي. يذبح لأصحاب القبور. كوجا كوبا ميرا مريمي. يذبح للجن. كوبا ميرا مجيني. يخاف من الجن كخوفه من الله. وتيجا مجيني ناو تيجي مان. يطوف حول القبور. كوجا بوزون بركا إنفا. يدعو من دون الله أصحاب القبور أو الأولياء أو الصالحين. والسماء كتري ما لنها من وباب في من مومفا شاك السماء وباب وشيرا ما من ويزا يبجب جوسي نيباجي كجمالا. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. أما السينجة شو يوسك بلي الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. نعم جيبوكو دكفتا عبادة يوسي تكي كوري لكتري ما. النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر. لابد أن نحذر منه. كالحلف بغير الله. يعني يحلف مثلا بحياته برقبته بحياة الأب بحياة الأم بذمته بأمانته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو يعمل العمل حتى يراه الناس، يعني يصلي حتى يقال عنه أنه مصلي. إذا لا يمكن أن نجعل العبادات إلا لله، لا نبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى.